معنا على الهاتف السيد المقدم وائل عجاج، رئيس غرفة عمليات مرور القاهرة. مساء الخير يا فندم، يعني أتمنى أن نسمع منك ماذا سيجرى في هذا اليوم بالنسبة لحركة المرور. احنا ان شاء الله بالنسبه ان شاء الله اليوم السبت باذن الله تزامنا مع بدء فعاليات الاحتفال ان شاء الله بنقل النوميات من مناطق المتحف المصري لاتجاه منطقه متحف الحضارات زي ما حضرتك ذكرت كده. ان شاء الله هيتم التحرك فعلا من مناطق التحرير سلوكا محور الكورنيش حتى مناطق اثر النبي، واستكمالا مع مناطق اعلى كوبري العاشر اتجاه مناطق محور الفسطاط حتى الوصول مع منطقه المتحف. ده هيؤدي لنا ان احنا هنبتدي ان شاء الله اعتبارا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 8:30 مساء هيتم عملية اغلاق وتفريغ مناطق ميدان التحرير وايضا محور الكورنيش في الاتجاهين، بالنسبة للمتجه لمناطق المعادي من مناطق التحرير المتجه لمناطق المعادي، وايضا القادم من مناطق المعادي والمتجه لمنطقة ميدان التحرير. كذلك ايضا هيتم تفريغ محور واخلاء محور الفسطاط ومناطق عين الحياة والمناطق المحيطة بمتحف الحضارات عن طريق تم وضع خطط وتحويلات مرورية بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة وانتشار رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة على كافة المحاور. هنبتدي مبدئيا بأولا بمنطقة ميدان التحرير. التحويلات القائمة حوالين مناطق ميدان التحرير هنتكلم بالنسبة للسادة المواطنين وقائد السيارات اللي هيبقوا متواجدين في مناطق وسط المدينة في مثل هذا التوقيت، يعمل ايه عشان يخرج من منطقة وسط المدينة؟ تمام. اكيد احنا مش هنقفل عليه يعني وهنخليه جوه. هيبتدي ان هو ان شاء الله هنتوجه بيه اتجاه منطقة ميدان طلعت حرب، ومن مناطق ميدان طلعت حرب بدل ما يستكمل محور قصر النيل اتجاه ميدان التحرير لا هيتسلك يمينا اتجاه محور محمود دسيوني، ومن منطقة محمود دسيوني اتجاه مناطق ميدان الشهيد، ومن منطقة ميدان الشهيد نقدر نسلك كوبري اكتوبر اتجاه مناطق الجيزة او اتجاه مناطق القاهرة، وممكن ناخد محور رمسيس اتجاه مناطق اسفل غمرة او محور الكورنيش اتجاه مناطق شبرا العين. كذلك بالنسبة للي جاي من مناطق كوبري الجلاء ومتجه لكوبري قصر النيل هيبتدي عمليتها نرشد المرور مع منطقة ميدان الجزيرة في القادم من مناطق كوبري الجلاء اتجاه مناطق ميدان الجزيرة، هيسلك يسارا شارع سرايا الجزيرة واتجاه مطلع كوبري اكتوبر. كذلك بالنسبة لمحور الكورنيش والكباري المؤدية من مناطق الجيزة اتجاه محور الكورنيش امثال كوبري الجامعة كوبري عباس، مش هيتم الاستكمال الحركة المرورية اتجاه مناطق محور الكورنيش، هيتم عمل بعض التحويلات المرورية مع منطقة كوبري الجامعة ان احنا هنسلك شارع المانيال اتجاه منطقة الروضة، ومن مناطق الروضة اتجاه مناطق حسن الانور من اسفل مرورا من اسفل ملك الصالح، واستكمالا اتجاه مناطق محور صلاح سالم اتجاه مناطق الاوتوستراد او اتجاه مناطق مدينة نصر ومصر الجديدة عن طريق محور صلاح سالم. كذلك القادم من مناطق كوبري عباس على نفس الوتيرة هيبتدي يتحرك معايا، مش هيقدر يتخش محور الكورنيش عن طريق مسطحات كوبري الملك الصالح لان هيتم تحويل مسطحات كوبري الملك الصالح في الاتجاهين، وهنستكمل ايضا مع مناطق حسن الانور اتجاه مناطق الاوتوستراد. كذلك بالنسبة لمنطقة متحف الحضارات ومحور عين الحياة ومنطقة الفسطاط دي هيتم عملية اخلاء برضو نفس المواقع عن طريق ان بالنسبة لداخل منطقة عين الحياة من شارع صلاح سالم لا هنرشد المرور ان احنا مش هيدخل محور عين الحياة وهيستكمل مباشرة مع محور صلاح سالم، ومنها ممكن يستكمل طريق الاوتوستراد او يستكمل الحركة المرورية اتجاه مناطق العباسية او اتجاه مناطق الخليفة المأمون. كذلك بالنسبة للي جاي من مناطق أثر النبي واللي جاي من مناطق المعادي هيتم عملية تحويلات مرورية تحديدا من مناطق أسفل الدايرة. بالنسبة للقادم من مناطق المعادي هيوصل عند منطقة أسفل الدايرة، هنبتدي نرشد السيارات صعودا إلى مناطق أعلى الدايرة، وممكن استخدام محور الدايرة كبديل اتجاه مناطق أعلى الأوتوستراد، ويمكن النزول من منازل الدايرة على محور الأوتوستراد ومنها إلى مناطق المعادي، أو ممكن اتجاه مناطق كوبري التونسي اتجاه مناطق القلعة ومناطق صلاح سالم. بالنسبة بقى حضرتك احنا عايز يعني اناشد السادة المواطنين بالنسبة للتوقيت ده بقى اللي هو ان شاء الله من عبارة من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8:30 اناشد المواطنين بان هم يتعاونوا مع رجال ادارة العامة للمرور ويعني ونخلي موضوع ان احنا توجهنا لمناطق محور الكورنيش او مناطق القصر العيني او مناطق وسط المدينة دي بقى للضرورة القصوى لان عشان خاطر نساعد رجال الادارة العامة للمرور طبعا. لان احنا بنحاول نعمل عملية تسيير للحركة المرورية ونسير الحركة المرورية حوالين مناطق التحويلات، ففي ممكن احنا نرشد لمحاور بديلة بالنسبة مثلا اللي عايز ينزل من منطقة المعادي ومناطق حلوان ومناطق 15 مايو
بديلا عن عوضا عن محور الكورنيش يقدر يستخدم محور الاستطراد. المحور ده جاهز معايا تماما, مفيش اي مشكله, مجهز برجال اداره عمل وجوه القاهره. نقدر نتحرك في محور الاستطراد بطبيعيه جدا, ومن محور الاستطراد نقدر نسلك الدائري او نستخدم محور صلاح سالم. بالنسبه بقى للي جاي من مناطق الجيزه وعايز يستخدم, انا بقى عايز اقول له حاول تبتعد بقدر الامكان عن كوبري عباس, ابتعد عن كوبري الجامعه, ابتعد عن كوبري الجلاء. طب انت هتقول لي انا اجي من الجيزه ازاي؟ هقول لك ان انت عند حضرتك ممكن ان احنا نستخدم كوبري اكتوبر كبديل, ده كويس جدا لان الكوبري ده هيبقى شغال والمحور ده هيبقى مجهز على طول ان هو يتم سحب الكثافات المروريه المتواجده عليه. كذلك ان احنا ممكن نستخدم كوبري 15 مايل, كذلك ان احنا نقدر نستخدم كوبري الساحل. بالنسبه بقى لو انا جاي من مناطق الجيزه وعايز اروح مناطق حلوان وعايز اروح مناطق المعادي والمناطق دي, هكمل رحلتي المروريه داخل مناطق الجيزه واستخدم كوبري المنيب ومناطق الدائري وانزل على الكورنيش من مناطق المنيب على الكورنيش واستكمل رحلتي المروريه اتجاه منطقه المعادي. شكرا ليك. اتفضل. بالنسبه بقى لمناطق وسط المدينه, عوضا عن مناطق وسط المدينه, بدل ما استخدم مناطق وسط المدينه في التوقيت ده, لا انا ممكن استخدم حاجه تانية. انا ممكن ادخل اجي عن طريق المسطحات الارضيه وادخل اتجاه مناطق ميدان العباسيه, ومن مناطق العباسيه اقدر استخدم محور لطفي السيد, ومن محور لطفي السيد اقدر استخدم اطلع كوبري اكتوبر من غمره واستكمل رحلتي المروريه اتجاه مناطق الجيزه, او استكمل محور الجلاء مع مسطحات, ومن محور الجلاء اقدر ادخل يمينا اتجاه مناطق الشبرا, مناطق الساحل, مناطق رود الفرج, مناطق الزاويه, واقدر ادخل المناطق ديت وابقى انا كده ابتعدت عن مناطق وسط المدينه يعني وابتعدت عن مناطق القصر العيني. خطه هايله الحقيقه. بنشكرك سياده المقدم وائل عجاج.